السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معك بسلام الطالي، مشرف عام على المسابقات الجهوية والمسابقات الوطنية في الحساب الذهني. بدينا واحد الكونسيبت جديد اللي كيتسمى الذكاء الرقمي عند الأطفال. إذا الذكاء الرقمي عند الأطفال هو واحد النوع ديال الذكاء اللي كيخلي الطفل يتعامل مع الأرقام بشكل مغاير، بشكل تخيلي وبشكل سريع جدا من ناحية الحساب وأيضا من ناحية ديال حل مجموعة ديال العمليات. إذا هذه المسألة هذه كتزيد ذكاء الطفل بشكل كبير من ناحية التعامل ديالو مع المواد المدرسية وأيضا حياته اليومية في الديفلوبمون ديال السيرفر ديالو. دونك داكشي علاش في المسابقة إن شاء الله في الجهوية غادي تكون في 5 ماي غادي تكون مهمة جدا لبداية قياس الذكاء تاع الأطفال. داكشي علاش إن شاء الله باسم ديال الأكاديمية الدولية الأنزامبية باسم مراكز اللي غادي تشارك إن شاء الله معنا في الكومبيتيسيون من صفة واحد الانفيتاسيون للمجموعة ديال الآباء والأمهات أنكم مرحبا بكم باش تكتشفوا ولادكم شنو هو الذكاء اللي عندهم، شنو هي النسبة ديال الذكاء الرقمي. دونك هنايا ان شاء الله المسابقة غادي تبدا مع السعود وطلع حسان، واحد المنطقة اللي يعني جامعة بين مجموعة ديال المدن قريبة لكل شيء، في باب الشارع يعني في تلك الطاكسيات ديال مجموعة ديال المدن وقريبة لكل شيء. وتما كاين واحد الفضاء اللي هو كبير فين غادي تكون المسابقة الجهوية للحساب الذهني. إذا كنفتحوا الدعوة من جديد لمجموعة ديال الآباء والأمهات أنهم يحضروا إن شاء الله باش أنهم يكتشفوا هذا الذكاء الرقمي عند الوليدات، بالإضافة إلى غادي يكونوا مجموعة ديال لي كوتش اللي هما في الدومين ديال ليدوكاسيون، في الدومين ديال الكوتشينغ بارونتال، في الدومين ديال الذكاءات، وفي الدومين أيضا ديال الذكاء. إذا ما تنساوش الموعد لو 5 ماي، تصلوا في أقرب وقت بالمدربين ديالكم اللي كيديروا لهم كارت الوطن أو تواصلوا معنا ديريكت في الرقم التالي 0065-0996-36. إذا نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.